مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الشارع الدبلوماسي الذي ياتيكم على الهواء مباشره من مقر الامم المتحده في نيويورك. في جعبتنا اليوم ثلاث مقابلات حصريه تعالج ملفات ساخنه، ونبداها بالجلوس حصريا الى السفير عبد الله المعلمي مندوب المملكه العربيه السعوديه الدائم لدى الامم المتحده. وسنتناول مع سفير المملكة عدة ملفات ساخنة على منضدة مجلس الأمن الدولي وتهم منطقتنا العربية، وسنناقشها مع السفير المعلمي من منظور أممي وسعودي. وسنفتح بعد ذلك ملفات تتعلق بأفغانستان وإيران وباكستان مع السفير المخضرم منير أكرم مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة. ونختتم اليوم مسيرتنا في شارعنا بلقاء هام وصريح عبر الأثير من بروكسل مع البروفيسور أوليفييه ديسكوتا المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الفقر المدقع وحقوق الإنسان، وذلك بعد زيارة الاثني عشر يوما التي قام بها للبنان خلال هذا الشهر. ويسعدنا الآن مشاهدينا أن نجلس حصريا مع السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة. السفير عبد الله المعلمي، اهلا وسهلا بك بيننا على شاشه العربيه. مرحبا اخ طلال، اهلا بك. اود ان ابدا بالسودان في لقاء حصري مطول لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك على شاشه العربيه هذا الاسبوع. اكد فيه حمدوك على ان حقن الدماء كان احد اسباب الاتفاق، قال ان هذا الاتفاق تم لفك الانسداد الداخلي والخارجي والمحافظه على الانجازات، وأن الاتفاق الجديد الذي وقع عليه يشكل أرضية عمل مشترك مناسبة مع العسكريين. الإخوة السودانيون أعطوا العالم مثالا حيا وقويا على ما يمكن أن يتحقق بالحكمة والحوار والتعاون بين مختلف الأطراف، وجاءت التجربة السودانية بشقيها العسكري والمدني لتعطي نموذجا فريدا مختلفا عن ما عهدناه في الانقلابات وتغيير نظام الحكم في الدول الأفريقية والعربية وغيرها من دول العالم الثالث. وكان المحور الأساس في هذا التغيير هو حقن الدماء، فما ذكره دولة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك هو عنصر أساسي التزم به الطرفان وتمسك به الجانبان باستمرار، وأعتقد أنه هو ما سوف يشكل سر نجاح التجربة السودانية. السودان مرت بعشرات السنين من الحكم العسكري المتسلط، ومرت بفترات قصيرة من الحكم الديمقراطي التي انتهت في كل مرة بوضع ربما يكون أسوأ مما كان عليه قبل الحكم الديمقراطي. هذه التجربة مختلفة نوعيا ومختلفة بشتى الطرق وبشتى الأوجه عن التجارب السابقة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق أشقائنا السودانيين للوصول إلى الاتفاقيات الملائمة لهم ولوطنهم ولشعبهم، والتي تكفل بالدرجة الأولى حقن الدماء، وتكفل أيضا سلامة الشعب والوطن السوداني من كل سوء. اليمن، أصدر مجلس الأمن هذا الشهر عقوبات على ثلاثة من قادة الحوثيين، هم صالح مسفر الشاعر، يوسف المداني، وعبد الكريم الغماري، وذلك لتورطهم في هجمات ضد أراضي المملكة وكذلك على المدنيين في مأرب. ما مدى تأثير مثل هذه العقوبات؟ هناك البعض يقول أنهم لا يسافرون، أنهم لا يستخدمون البنوك لحفظ أموالهم، فلن تؤثر عليهم هذه العقوبات، ولكن كيف تراها أنت؟ لا، مسألة أنهم لا يسافرون ولا يستعملون البنوك هذه نظرة قاصرة لطبيعة الأمر. أولا
كل الأشخاص المتورطين في جرائم حرب في اليمن وفي خارج اليمن يحسبون ألف حساب لمسألة العقوبات الأممية وقائمة المحاصرين أو المدرجين في جداول العقوبات في كل مكان. نحن نسمع الآن عن ضباط في الجيش السوري يتحدثون عن ماذا يمكن أن يحصل لهم فيما لو سافروا إلى الخارج أو غادروا أو حتى تولى نظام حكم جديد في سوريا وبدأ في إصدار جولات من المحاكمات أو غير ذلك. كذلك الحال في اليمن، كذلك الحال في أماكن كثيرة أخرى متفرقة في العالم. العقوبات تطال ولو بعد حين، وها قد شاهدنا في كمبوديا وفي غيرها من الأماكن أن أشخاصا قدموا للمحاكمات بعد مرور سنوات طويلة من ارتكابهم للجرائم، ولكن العدالة تأتي ولو متأخرة، وهذا هو ما نطمح إليه وما نتوقعه إن شاء الله. البعض يقولون لماذا المجلس الأمن لا يضع اليمن تحت الفصل السابع؟ اليمن تحت الفصل السابع. البعض يقولون لماذا مجلس الأمن لا يعاقب الحوثيين؟ هذا هو مجلس الأمن يعاقب الحوثيين ويدرج أفرادا منهم وقيادات منهم في قائمة العقوبات. إذا لابد من أن ننظر إلى المسألة بشيء من التوازن وأن نعطي قيمة الملائمة والكافية لمثل هذا الإجراء. وزارة الخارجية السعودية أدانت هذا الشهر واستنكرت استيلاء الحوثيين على المبنى السابق للسفارة الأمريكية في صنعاء في 11 من نوفمبر واعتقال العاملين هناك من اليمنيين. مجلس الأمن أصدر بيانا يدعو فيه الحوثيين إلى إطلاق سراح المعتقلين وإخلاء هذا المبنى بصورة فورية. البعض يقول هذه دلالة ضعف أن تدعو الحوثيين إلى هذا أو ذاك. مجلس الأمن يجب أن يتخذ موقفا أكثر تشددا من هذه الميليشيات الحوثية وخروقها. هل توافقهم الرأي؟ يعني أنا كثيرا ما طالبت مجلس الأمن بأن يتخذ مواقف حاسبة، سواء في الرسائل التي أبعثها لمجلس الأمن أو في الخطابات التي ألقيت أمام مجلس الأمن. لذلك أنا لست هنا في موقف الدفاع عن مجلس الأمن على الإطلاق، بالعكس أنا أظن أن مجلس الأمن فعلا اتخذ في بعض الحالات، في كثير من الحالات، مواقف أقل وأضعف مما ينبغي أن تكون عليه مواقف مجلس الأمن، ولعل هذه الحالة تكون مثالا على ذلك. لكن لابد أن نعرف جميعا أننا إذا طالبنا مجلس الأمن بإصدار بيان يشتمل على عبارات أقوى من عبارات الدعوة إلى شيء أو آخر، أن نعرف طيب إذا لم يستجب الحوثيون لهذا البيان القاسي القوي ما الذي سيفعله مجلس الأمن؟ وما الذي سيفعله هنا الآن إذا لم يستجيبوا إلى الدعوة؟ على الأقل هم لم يستجيبوا لدعوة، لكن إذا طالبت، إذا وضعت عبارة مطالبة بالتنفيذ وما إلى ذلك ولم يستجيبوا لها يصبح الحرج أكبر على 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 هذا الأمر. إذن إحنا لابد أن نوازن بين ما هو متاح من وسائل وبين ما هو على الطبيعة يمكن فرضه. أي ما تقوله ليست متاحة لدينا وسائل أقوى للمجلس التعامل معها ضمن تركيبة المجلس الحالية، ضمن تركيبة المجلس الحالية وضمن المواقف المختلفة للدول وضمن العلاقات المتبادلة بين هذه الدول بعضها البعض. إدارة بايدن عندما جاءت إلى الحكم في يناير من هذا العام، في فبراير أزالت الحوثيين من قائمة المجموعات الأجنبية الداعمة للإرهاب، ولكن هل تشعر الآن بأن هناك توجه ربما في الإدارة الأمريكية لإعادتهم أم أنهم مصرون على موقفهم بسبب موقفهم من سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، بالرغم من أن هناك تحرك داخل الكونغرس من خلال مشروعي قرار لوضعهم ثانية على هذه القائمة؟ أولا الإدارة الأمريكية مقتنعة أن الحوثيين مجموعة إرهابية، وهم يعبرون عن هذه القناعة بطرقهم الخاصة وبوسائلهم الخاصة وبقنواتهم الخاصة في كل فرصة تسنح لذلك. ما يحكم الإجراء الذي اتخذته الإدارة الأمريكية هو عاملان، العامل الأول هو العامل السياسي المتعلق بالعلاقة مع الإدارة السابقة والتناقضات بين الطرفين في الإجراءات التي تتخذ، والعامل الثاني الذي أشرت إليه أنا في بعض اللقاءات السابقة هو أن الإدارة الأمريكية تشعر
أن هناك أشخاص يتعاملون مع هيئات الإغاثة الإنسانية وبعضها هيئات أمريكية، وبالتالي هؤلاء الأشخاص إذا وصف الحوثيون بأنهم إرهابيين قد يتوقفون عن هذا التعاون، وهذا قد يؤثر على سلامة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن إلى مستحقيها. نحن لا نتفق مع وجهة النظر هذه، ولكن هذا هو على الأقل أحد العناصر التي يذكرها الأمريكيون في سبيل تبرير الموقف. لا أتوقع أن يكون هناك تغيير قريب في الموقف، وإن كنت أرى أن هناك حراكا أكبر نحو تفهم وجهة النظر السعودية ووجهة النظر العربية تجاه اليمن في أوساط الإدارة الأمريكية في الكونغرس وفي غيرها. هانس جرونبرغ المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن منذ توليه منصبه الحالي يركز على أهمية ترسيخ عملية سياسية تشمل أكبر قدر ممكن من أطياف في المجتمع المدني اليمني، مع تحذيره بأن العملية السياسية قد تستغرق وقتا من الزمن لمنح نفسه بعض الوقت. ولكن هل أعطى مؤشرات حول خطته المتعلقة بكيفية استئناف العملية السياسية؟ لم يعطي مؤشرات حول ذلك، سوى أنه يسعى للتباحث مع كل الأطراف ومع كل الجهات المختلفة، وأن الموضوع مثل ما تفضلت سيأخذ وقتا طويلا، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لمندوب أممي جديد، هو أن يسعى لكسب الوقت لصالحه إلى أبعد وقت ممكن. لكنه هو الآن يواجه بالمقاطعة من قبل الحوثيين، وهو السلاح الذي استخدمه الحوثيون لتدمير من سبقه في المنصب أكثر من مرة. إسماعيل الشيخ أحمد، مارتن جريفيس إلى آخره، وهم الآن يرفضون التعاون معه ويجمدون قدرته على الحركة وعلى الوصول إلى صنعاء وعلى التحرك. سنرى إن شاء الله ماذا يحدث، ماذا سيكون رد الفعل. أنا أتوقع استقالة أخرى في الطريق. لا أرجو ذلك، لكن أتوقع وأتمنى أن نستمع إلى بيانات أكثر جرأة وأكثر صراحة في تحديد المسؤولية عن هذه العرقلة. إيران، المبعوث الخاص الأمريكي أعلن في منتصف هذا الأسبوع أن رفض إيران العودة إلى مفاوضات فيينا يجعلهم يبحثون عن خيارات أخرى، كلام قوي، وأنهم لن يجلسوا مكتوفي الأيدي إذا اقتربت إيران من القنبلة. وأيضا مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسو قال في مؤتمر صحفي بعد زيارته لطهران هذا الأسبوع أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حاسم مع إيران، وأنه ما زالت لدى الوكالة قضايا هامة عالقة، وأن عمليات المراقبة تم تقويضها بشكل كبير. إلى أين نحن متجهون؟ والله المملكة العربية السعودية سبق أن قالت أكثر من مرة إنها تحذر من أسلوب المماطلة والتسويف الإيراني، وهو أسلوب نعرفه جيدا، وتعرفه أنت ويعرفه المتعاملون مع الطرق الإيرانية والأساليب الإيرانية منذ عشرات السنين. هم يستخدمون سياسة النفس الطويل في التفاوض وفي التحضير للتفاوض وفي الاستعداد للتفاوض لكسب الوقت، وفي هذا الوقت هم مستمرون في تطوير قدراتهم النووية بأقصى سرعة ممكنة، ويعلقون آمالهم على الخلافات الدولية في أنها لن تحسم هذا الأمر. وهذا ما كنا نحذر منه دائما وباستمرار، وحذرنا منه في الماضي وما زلنا نحذر منه في الحالي. إذا كان المبعوث الأمريكي يعلن أن الإدارة الأمريكية أدركت هذا في الوقت الحاضر وأنها ستتعامل بطرق أخرى، فهذا مؤشر إيجابي، وعلينا أن ننتظر لنرى كيف يترجم هذا المؤشر. انتقل إلى العراق، الانتخابات العراقية التي شهد العالم لها أجمع في واقع الأمر، ومجلس الأمن بنزاهتها، ما زالت الميليشيات الموالية لإيران تشكك في نزاهتها وحيادها وتهدد بالاغتيالات واللجوء إلى العنف إن لم تنفذ الحكومة العراقية إرادة هذه الميليشيات، وطبعا خارج القنوات القانونية لأي تظلم. بالنسبة أيضا هناك كانت محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأصدر بحقها مجلس الأمن شجب كامل مطالب بمحاسبة مرتكبيها.
هل من تعليق لسيادتكم على ما تواجه الحكومة العراقية من مثل هذه التحديات؟ العراق يقف أمام مفترق طرق حاسم وحيوي ورئيسي. إما أن تثبت التجربة الديمقراطية في العراق وتثبت قدرتها وتثبت صلابتها وتثبت نجاحها ويثبت الشعب العراقي التفافه حولها وبالتالي يمضي قدما بالرغم من كل الصعاب والمعوقات، وإما لا سمح الله أن تنهار هذه العملية السياسية، هذه التجربة السياسية الفريدة من نوعها في العراق، وهذا يفتح الباب أمام الفوضى أمام الجماعات المسلحة من كل الجهات والأطراف. نحن ثقتنا في الشعب العراقي ثقة كبيرة، ثقتنا في الرئيس الكاظمي أيضا كبيرة، وفي عدد كبير من القيادات العراقية أنها تسعى إلى منح العراق فرصة لالتقاط أنفاسه سياسيا والعودة إلى أداء الدور المحوري للعراق ضمن الأمة العربية بشكل آخر. وهناك أطراف أخرى قد لا يسعدها أن تقوم العراق بهذا الدور أو أن تؤديه أو أن تستعيد أن يستعيد العراق عافيته. نحن ندرك ذلك، وعلى الشعب العراقي أن يكون حذرا ومتيقنا للمتربصين به من أي مكان كانوا. قمة المناخ في غلاسكو والتي عقدت ابتداء من 31 من أكتوبر إلى 12 من نوفمبر تعهدت فيه المملكة بخفض الانبعاث الكربوني ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول العام 2060، مع أن 42% من عائدات المملكة العربية السعودية السنوية الإجمالية GNP مرتبطة بصناعة النفط والخام. وقعت الرياض أيضا على تعهدات دولية تلزمها بخفض انبعاث الميثان بنسبة 30% بحلول 2030. طبعا من المعروف أن الميثان خير العارفين يتسم بسمومية تفوق مئات المرات ثاني أكسيد الكربون، وأي خبير في التغيرات المناخية سيقول لك أن هذه أهداف طموحة جدا للمملكة للقيام بها خلال هذه الفترة المحدودة. هل تتفق معهم؟ بدون شك هذه أهداف طموحة جدا، وهي تغيير جذري في السياسة السعودية. قبل عدة سنوات كانت السياسة السعودية في مؤتمرات المناخ تتسم إلى حد ما بالسلبية وبعدم مواكبة الفكر العلمي فيما يتعلق بتأثير الكربون والانبعاثات على المناخ، وتتحدث عن التشكيك في القواعد العلمية وغير ذلك، وبالتالي جعلت المملكة في موقف نشاز تقريبا عن الإجماع العالمي. هذا الموقف الذي أعلن في غلاسكو هذا العام، وأعلن قبل غلاسكو في الواقع، أعلن في القمة التي عقدت في المملكة العربية السعودية قمة الرياض الخضراء، يعطي تغييرا جذريا في الموقف السعودي، ويجعل المملكة العربية السعودية في صف الإجماع العالمي. ودولة مثل المملكة العربية السعودية منتجة للطاقة منتجة للنفط تتخذ مثل هذه المواقف يعتبر تحديا كبيرا وإنجازا كبيرا، وأنا عندي كل الثقة في أن المملكة إن شاء الله ستتمكن من تحقيق هذه الأهداف. أشكرك على هذا اللقاء مرة أخرى، وأتمنى لك كل التوفيق في جهودك في خدمة المملكة والعالم العربي. شكرا لك، أهلا وسهلا بك، وكل عام أنتم بخير. وأنت بخير. شكرا. مشاهدي الكرام، مسيرتنا في شارعنا مستمرة بلقاء مع مندوب باكستان الدائم لمناقشة ملفات أفغانستان وإيران وباكستان وطبيعة علاقة بلاده بالمملكة، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير فلا تذهبوا بعيدا. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسرنا الآن أن نستضيف السفير منير أكرم مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة. السفير منير أكرم مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة،
نرحب بكم في قناة العربية يا سيدي. شكرا أخ طلال، شكرا. من المقرر أن تجتمع لجنة الاعتماد في الأمم المتحدة هذا الأسبوع وتنظر في طلب طالبا للحصول على مقعد لأفغانستان بدلا من الحكومة السابقة. هل تعتقدون أنها يجب أن تمنح ذلك المقعد، وخاصة أن دولا كثيرة في أنحاء العالم ولا حتى باكستان اعترفت بها حتى الآن؟ ربما أعتقد أن استبدال الحكومة السابقة في هذه المرحلة قد لا يرى النور، لأنه وكما ذكرت الأسرة الدولية لم تمنحها الاعتراف حتى الآن. وهناك أيضا مسألة بأننا لا نستطيع أن نسمح باستمرار وجود ممثل من حكومة غير موجودة، لكنها هي حكومة فعلية على الأرض إلا أنه غير معترف بها. هذا صحيح، ولهذا السبب لابد لنا أن نجد حلا يلامس الحقائق على الأرض، وربما الخيار الأمثل يكمن بوجود معادلة مقعد شاغر لم يتم السعي للحصول عليه في الماضي. على المستوى الإنساني، ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لأفغانستان ديبورا لايونز ذكرت أنه تقريبا واحد من اثنين من الشعب الأفغاني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي. باكستان ذكرت أنها لن تستقبل لاجئين، لكن الحقيقة أن أفغانا كثر قد دخلوا إلى باكستان قبل وبعد سقوط كابول. كيف هو الوضع الآن على الحدود الأفغانية الباكستانية؟ أعتقد أن هناك أزمة إنسانية كبيرة وأزمة اقتصادية في أفغانستان، وسببها الجفاف والجائحة، فضلا عن أن العقوبات قد حرمت الشعب الأفغاني من أي أموال في الاقتصاد. لذا فإننا نواجه كارثة إنسانية وانهيار اقتصادي، وهذا همنا الأساسي في كيفية مساعدة الشعب الأفغاني كي لا يقع في براثن تلك الكارثة. أما فيما يتعلق بالحدود، فإننا نسمح للمواطنين الذين يحملون الوثائق الصحيحة بالدخول، ونسمح لمن هم بحاجة لمساعدة طبية أيضا، ولا توجد لدينا أي متطلبات قصرية للحؤول دون حدوث الزيارة لباكستان ودخولها عبر القنوات النظامية. لكن ما لا نود حصوله هو أن يصبح هناك تدفق غير نظامي للمواطنين من أفغانستان. نتوخى الحذر بشدة من عدم وجود تدفق لبعض الإرهابيين المحتملين أفغانستان، ولهذا يجب أن نكون يقظين. أود أن أنتقل لموضوع آخر، الملف النووي. التقرير الأخير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير أن جارتكم وجارتنا إيران تمتلك الآن 17.7 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، بما يصل إلى 60% من حيث النقاوة، أي أدنى بمساوى واحد من درجة السلاح، وتحتاج إلى ما يصل إلى 20 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب للوصول إلى المستوى الصحيح لصنع رأس نووي أو قنبلة نووية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ذكر مؤخرا أن إيران قادرة على صنع سلاح نووي خلال بضعة أشهر. ما هو تعليقكم؟ مواد السلاح النووي على حد علمي لا تزال قيد النظر من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك ضوابط لا تزال قائمة على المواد النووية التي تقوم إيران بتكديسها. والسؤال هو، إذا ما كانت هناك ثقة بتلك الضوابط والضمانات من عدمها، فهذا موضع نقاش آخر. ولكي تتمكن من الحصول على أسلحة نووية، فالأمر لا يرتبط فقط بالمواد المطلوبة، بل من الضرورة أن يتم الحصول على تصميم السلاح النووي والتكنولوجيا المطلوبة لبناء الجهاز المتفجر. وهذه تكنولوجيا معقدة للغاية وتتطلب عددا من الاختبارات والخطوات، ونحن لسنا متأكدين إذا ما قام الإيرانيون باتخاذ تلك الخطوات أو أنها بلغت مرحلة تستطيع من خلالها فعلا صنع سلاح نووي.
ولكن لا يوجد لدينا أي سبب لعدم تصديق الرئيس الإيراني عندما قال خلال أشهر نستطيع الحصول على سلاح نووي. حسنا، من الممكن أن يحصلوا عليه، لكن سؤال هل سوف يفعلون ذلك حقا؟ حسب اعتقادي هم يفهمون تبعات فعل ذلك، وهم بالفترة الحالية ينخرطون بمفاوضات حاسمة للغاية ضمن إجراءات خطة العمل الشاملة المشتركة من أجل إقناع الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي فرضت بصورة أحادية ضد إيران من قبل إدارة الرئيس ترامب. إدارة بايدن من الواضح أنها تواجه بعض العقبات في الوفاء بما طالبت إليه، ألا وهو إحياء واستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. لذا لابد للمرء أن ينظر إلى هذه التصريحات في سياق تلك المفاوضات، ونأمل ألا تقوم إيران بصنع سلاح نووي، وأنه سوف يتم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ويتبعها عملية يتفق عليها من أجل منع انتشار السلاح النووي. إذا ما كنا لنعتقد أن الرئيس الإيراني رئيسي وإيران قد حصلوا على سلاح نووي خلال بضعة أشهر، إلى أي حد قد يؤثر هذا على المنطقة، ولا سيما بأنه لدينا فعليا قوتان نوويتان باكستان والهند، كيف سوف يؤثر على المنطقة برمتها من وجهة نظرك؟ بكل تأكيد دول أخرى بالمنطقة قد تشعر بأنها عرضة للتهديد، وإسرائيل قد أعلنت عن معارضتها بصورة واضحة ووضعت عدة تهديدات في مواجهة إيران إذا ما فعلت ذلك. لكن هناك دول شقيقة أخرى لباكستان ستشعر بأنها مهددة، لذا لابد لنا من طمأنتها بأنه في حالة حدوث ذلك أنه أي تطور من هذا القبيل فهذا يعني تراجعا من جانب إيران عن التزاماتها لمعاهدة الانتشار النووي. لكن أيضا قد يؤدي هذا إلى حالة من انعدام الأمن بين الدول الأقليم، ولابد لنا من إيجاد السبل لمعالجة حالة انعدام الأمن تلك. إذا كانت لدينا حالة انعدام الأمن في المنطقة الآن مثل في ظل انتشار تكنولوجيا الصواريخ والميليشيات سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن، وترى ما الذي يحدث من جانب الحوثيين في اليمن الذين يمارسون تقنياتهم على طائرات الأمم المتحدة التي تقلع من مطار صنعاء ويتدربون على كيفية إسقاط الطائرات التي تواجه صنعاء، ويستخدمون المطار المدني لأغراض التدريب العسكرية وطائرات الأمم المتحدة التي تأتي لمد يد العون وأحضار المؤن وعليه، فإن المنطقة غير مستقرة للغاية، وإضافة السلاح النووي حسب ما يحاجج البعض لن يؤدي إلى التطمينات التي قد ترغب بإعطائها إلى الدول الشقيقة الأخرى. بكل تأكيد سوف ينطوي الأمر على تداعيات كبيرة من عدم الاستقرار في ظل الأوضاع الحالية، وما من أحد يمكنه أن يبرر مسألة تحفيز السلاح النووي في الشرق الأوسط لا من جانب إيران ولا إسرائيل ولا أي دولة أخرى. أعتقد أن الوضع مضطرب بما فيه الكفاية، وأننا بحاجة للتحرك باتجاه قرار للصراع في الشرق الأوسط، ولابد لنا أن نعمل معا لتوصل إلى هذا القرار. باكستان أدانت بشدة العمليات الهجومية غير المسؤولة قبل الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية ودول مجاورة أخرى، وبكل تأكيد نهيب بكافة الدول الأقليمية أن تعمل على كبح جماح هذا المد من العنف والسيطرة على أفعال الحوثيين غير المسؤولة والميليشيات الأخرى في المنطقة. حكومة باكستان اقترضت في الآونة الأخيرة 3 مليار دولار كمساعدة مالية من السعودية بسبب أزمة الديون التي تزداد سوءا في البلاد. كيف تنظرون إلى طبيعة علاقتكم الآن بين الدولتين السعودية وباكستان؟
أعتقد أن علاقاتنا صلبة ومتينة، والروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية والسعودية وباكستان لا يمكن أن تزعزع، حتى لو كان هناك بعض الأوجه من عدم التفاهم، لكن العلاقات المتأصلة بين باكستان والسعودية وبين قيادة البلدين، هذه العلاقة لن تهتز ولن تتزعزع. والسعودية لطالما ساعدتنا في أوقات المحن المالية كلما كنا بحاجة لمساعدتها، والتسهيلات الحالية التي قدمتها السعودية بقيمة 3 مليار دولار من أجل منح مصرفنا المركزي الحالي للاستقرار للعملة الباكستانية التي عانت ما عانته بسبب التضخم، وهذه صراحة بادرة رائعة من السعودية. كذلك أصدقاؤنا في الصين ساعدونا بطرق مشابهة، ونأمل بمجرد تماثل اقتصاد باكستان للشفاء أن تنمو صادراتنا، بحيث يصبح وضع الاحتياطي لدينا أكثر راحة حتى نكون قادرين على رد تلك الأموال. السفير منير أكرم، مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، نشكركم على هذه المقابلة الحصرية، ونشكركم على آرائكم، ونتمنى لكم الحظ الوافر. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدي الكرام، فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للجلوس عبر الأثير من العاصمة البلجيكية بروكسل مع البروفيسور أوليفييه ديسكوتا، مقرر الأمم المتحدة حول الفقر المدقع وحقوق الإنسان. أعدكم بلقاء هام، فلا تذهبوا بعيداً. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسعدنا الآن الجلوس عبر الأثير مع البروفيسور أوليفييه ديسكوتا، مقرر الأمم المتحدة حول الفقر المدقع وحقوق الإنسان، للحديث وبصراحة تامة عن الأوضاع الحالية في لبنان والتحديات الحالية التي تواجه حكومته وشعبه. البروفيسور أوليفييه ديسكوتا، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الفقر المدقع وحقوق الإنسان، نرحب بكم في قناة العربية يا سيدي، من دواعي سروري. شكرا على استضافتي. أود أن أستهل بالزيارة إلى لبنان هذا الشهر لمدة 12 يوما استجابة للدعوة الرسمية من الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث زرتم خلال هذه الزيارة أجزاء عدة من الدولة، وأجريتم محادثات مع أرفع المسؤولين هناك مثل رئيس الوزراء ميقاتي ورئيس البرلمان وتسعة وزراء حكوميين، وزرتم مجتمعات مثل المزارعين والمهاجرين المؤقتين واللاجئين وغيرهم، وزرتم أماكن مثل العيادات والمدارس ومطاعم الفقراء. وفي نهاية زيارتكم قلتم بأن لبنان ليس دولة فاشلة، لكنها مقصرة بشدة أمام سكانها، إنها حكومة تقوم بإحباط شعبها. هل لك أن تشرح لنا وللمشاهدين لماذا استخدمتم هذه اللغة القوية، وهل لديك ما يبرر استخدام تلك العبارة؟ أعتقد أنه من الضروري أن ندرك أن لبنان يواجه سلسلة من الأزمات التي أصبحت متزايدة ومتراكمة بتأثيراتها. قبل كل شيء، منذ العام 2011 استقبل لبنان أعدادا كبيرة من اللاجئين من سوريا، ويصل عددهم الإجمالي إلى 1.5 مليون لاجئ يعيشون في لبنان. ثانيا، لبنان عاش أزمة مالية واقتصادية طاحنة بعد تهاوي سعر الليرة اللبنانية، التي فقدت ما يزيد عن 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وأصبح معظم السكان نتيجة لذلك في ضمن جحافل الفقراء، باستثناء حفنة صغيرة من النخبة التي يدفع لها بالدولار وتحظى بدعم من أقاربها الموجودين خارج البلاد.
ثالثا بكل تأكيد جائحة كوفيد 19 أثرت على قطاعات كثيرة في لبنان وبشكل خاص السياحة. رابعا وأخيرا بتاريخ 4 أغسطس 2020 وقع انفجار ضخم في ميناء بيروت أسفر عن وفاة عدد كبير من الأشخاص وأيضا دفع بشركات كثيرة لإغلاق أبوابها وأضحى أناس كثر مشردين ونازحين. لكن فضلا عن تلك الأزمات الأربع هناك ما يعرف بأزمة الثقة في قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب الشعب. أناس كثر من الذين تحدثت إليهم يشعرون بأنهم تم التخلي عنهم وأصابتهم خيبة الأمل وفقدوا الثقة بعزيمة ورغبة وقدرة الحكومة على اجتراح الحلول. وأخشى أن حلولا كثيرة من تلك التي تقدم إلى لبنان اليوم ليست جوهرية بطبيعتها وليست بحلولا طويلة الأمد لمشاكل البلاد، بل هي حلول إنسانية قصيرة الأمد. ولبنان ولسوء الحظ يخشى أن يخاطر ويصبح جمهورية دون منظمات غير حكومية مع جهات فاعلة تقدم الدعم بدلا من الدولة، لأن الأخيرة عاجزة عن الوفاء بمطالب السكان. قلتم بأنكم لم تتخيلوا بمشاهدة هذا الفقر في بلد متوسط في مثل هذا البلد. هل لك أن تعطينا بعض الأمثلة التي تؤيد تصريحك؟ إنه أمر مروع بسبب التكاليف الكثيرة التي تتحملها العائلات والتي باتت باهظة في السنوات الأخيرة نتيجة لفقدان قيمة العملة اللبنانية. فعلى سبيل المثال لم يعد أولياء الأمور يرسلون أطفالهم للمدارس بسبب تكاليف المواصلات المرتفعة ونظرا لارتفاع أسعار الوقود. يخرج الأطفال من المدارس ويتوجهون للعمل نتيجة لهذه الأوضاع. كذلك لدينا ظاهرة الزواج المبكر التي أصبحت متزايدة، والفتيات على وجه التحديد يتزوجن في عمر 13 أو 14 لأن أولياء أمورهن لم يعودوا قادرين على تحمل استمرار دعم تكاليف أطفالهم. هناك أناس لم يعودوا يذهبون لعملهم بسبب ارتفاع تكاليف المواصلات وسعر المواد الغذائية الذي تضخم بواقع 400% بين العام 2019 وعام 2021. ولم تعد عائلات كثيرة قادرة بكل بساطة على العيش بصورة كريمة في ظل تلك الظروف. الأخبار هذا الأسبوع تشير أن حكومة ميقاتي رفعت الدعم عن بعض السلع الأساسية والوقود والآن الدواء. ما هو تعليقهم على ذلك؟ هذا أمر مروع، فعائلات كثيرة غير قادرة على التوجه إلى المستشفيات لأن المستشفيات الخاصة باتت مكلفة والمستشفيات العامة مكتظة بأعباء كثيرة، وتكلفة التشغيل قد ارتفعت نتيجة لزيادة سعر الوقود، والآن سعر الأدوية ارتفع نتيجة لرفع الدعم عن بعض الأدوية المهمة. لذا فإن السكان لم يكونوا يتوقعوا هذا الارتفاع، ولس سيما أن الأجر بالحد الأدنى قد حدد بواقع 675 ألف ليرة شهريا، وهو أقل بصورة كبيرة بالمقارنة مع مصاريف الحياة الأساسية التي على الأسر أن تفي بها، ولا يوجد ضمان اجتماعي كاف في لبنان. ومن غير المفاجئ أن أسرا كثيرة الآن يشعرون بأنه قد تم التخلي عنهم من قبل الدولة ولا يستطيعون التعايش مع ارتفاع التكلفة المواد والأدوية. بناء على توصياتكم وطالما أنك غادرت لبنان منذ أسبوعين، هل ترى ثمة مؤشر بأن الحكومة اللبنانية تأخذ توصياتكم على محمل الجد وسوف تعكف على التصرف بموجبها؟ انظر، أعتقد أن نفاد صبر السكان هو أمر حقيقي، وأعتقد أن الأسر الدولية تتوقع من حكومة رئيس الوزراء ميقاتي أن تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات بصورة فورية. حتى الآن وعندما واجه لبنان هذه المشاكل المختلفة التي أشرت إليها، كان يطالب بدعم دولي وكان يطالب من الوكالات الإنسانية أن تشمر عن ساعديها، مع الإشارة إلى المفاوضات التي أطلقها مع صندوق النقد الدولي من أجل السماح للدولة للحصول على احتياطي الصرف
الصرف الأجنبي، لكن لابد أن تنفذ هذه الإصلاحات من قبل الحكومة بصورة فورية، وهذا يعني جمع الموارد المحلية من أجل دعم الخدمات الأساسية لتوفير الحماية الاجتماعية في البلاد، لكن الحكومة لم تظهر أي عزيمة للقيام بذلك حتى الآن. نود أن نرى إصلاحا في الضرائب في لبنان، هذا البلد الثري لكنه يعاني من انعدام في المساواة بشدة، إذ يوجد 10% من أكثر الأجزاء ثراء في البلاد يمتلكون ما يزيد عن 70% من ثروات لبنان، ولدينا هذا القدر الكبير من اللامساواة على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد نظام ضرائب تقدمي في لبنان. تتأتى حوالي 40% من الإيرادات العامة في لبنان من الضرائب غير المباشرة وضرائب الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة التي تؤثر على الأسر التي تعاني من الفقر بشكل خاص، ويمكن اعتبار جزء صغير من نظام الضرائب متقدما في لبنان. لا توجد ضريبة على الميراث ولا توجد ضريبة على الثروات، ولا يتم دعم الأشخاص الذين يعانون من الفقر بشكل مطلق من خلال نظام الضرائب يسمح بتمويل المعركة ضد الفقر وشبكات السلامة الاجتماعية. هل سمعتم أو رأيتم أي خطة للحد من وطأة الفقر لها صدقية من قبل الحكومة التي لا تعتمد على المانحين الدوليين أو المنظمات غير الحكومية؟ إنه من دواعي القلق الشديد أن الحلول أصبحت الآن بشكل أساسي تكمن بتلك التي توفرها وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية، وأن الحكومة تفقد شرعيتها حتى أنها تفقد وجاهتها في عيون الشعب. لا أعتقد أنه من الممكن تقديم الدعم في مجالات مثل الصحة أو التعليم أو الضمان الاجتماعي عبر الوكالات الإنسانية أو الجهات الفاعلة الإنسانية إن لم تحاول الحكومة بنفسها بحشد الموارد من أجل ضمان تلك القطاعات التي تعد ضرورية لرفاهية السكان. لسوء الطالع لم أكن قادرا على رؤية أي خطة موثوقة لمكافحة الفقر، ولم أكن قادرا على سماع أي التزامات ذات مصداقية لتنفيذ الإصلاحات الضريبية. والتقدم الضئيل الذي رأيته كان من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث توجد نوايا حسنة وعزيمة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لكن لا يتوفر تمويل الضروري لوزارة الشؤون الاجتماعية، وقد تعهدت وزارة العمل بإلغاء نظام الكفالة الذي يمثل معضلة مؤرقة بالنسبة لبعض العمال المهاجرين في لبنان البالغ عددهم 200,000 شخص نسمة، ولكن هذا مرة أخرى لا يعد إصلاحا هيكليا من شأنه أن يفيد جزءا كبيرا من السكان. لسوء الحظ بأن الحكومة اللبنانية لا تلتزم في الوقت الحالي بالإصلاحات كما يجب، وهي ملزمة بفعل ذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. تحدثتم عن الثقة في أزمة الحكومة والتي هي من الأزمات الأكثر خطورة وشدة، ولن يتغير هذا الأمر بين عشية وضحاها، ويجب استعادتها وكسبها بشكل تدريجي. هل ترى أن الانعاش الاقتصادي والاجتماعي في لبنان قد يستغرق سنوات وليس أشهر، وتغيير كامل عن ثقافة الفساد التي تحدثت عنها صراحة؟ أعتقد أن هناك مشكلة رئيسية واحدة، وهي أن النخب السياسية المقربة من رجال الأعمال في لبنان، ولا توجد قواعد بشأن التضارب المصالح لتفادي تولي الأحزاب السياسية للسلطة في لبنان باستخدام هذه الميزة من أجل محاباة مصالح بعض الأعمال المحددة. تتملكني الصدمة بشكل خاص من العلاقات الوثيقة للغاية الموجودة بين النظام المصرفي من جهة وأولئك الذين يحكمون البلاد منذ سنوات عديدة. هذا أمر مقلق للغاية، وهو أحد الأسباب التي تجعل أشهر وسنوات ضرورية من أجل معالجة أزمة القطاع المصرفي، وهذه الأزمة لا يزال يتعين معالجتها إلى حد كبير، وهذا أحد الأسباب في استغراق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان فترة طويلة من الزمن، لأن المصارف التجارية محمية بشكل كبير من قبل السياسيين هناك. لذا عبرت بوضوح للحكومة اللبنانية عن قلقي البالغ من هذا الأمر، وأعتقد بأنه يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الرقابة الصارمة لضمان أن الحكومة تعمل لمصلحة الشعب ومن أجل المصلحة العامة، وليس من أجل المصالح الخاصة المحددة بشكل ضيق لمجتمع الأعمال في لبنان. في سياق الحديث عن القطاع المصرفي، هل يستطيع هذا
هذا القطاع الذي كان مسؤولا عن سقوط الليرة التعافي خلال فترة معقولة، وأن يقوي من العملة لتخفيض معدل التضخم بحد ذاته. أنا متفائل بأن المناقشات مع صندوق النقد الدولي تحقق تقدما جيدا. سمعت من عدد من الوزراء بأنهم قد وافقوا الآن على خسائر القطاع المصرفي الهائل التي قد تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي، بأنها لن يتم تحملها من قبل المودعين الصغار الذين تعرضوا لخطر فقدان أموالهم المودعة في المصارف، بل سوف يتم تحملها من قبل مساهمي المصارف التجارية الكبرى وأكبر المودعين الذين دفعوا أكبر قدر من الأموال في النظام المصري. أعتقد أن هذا أمر عادل ومنصف، وهذا ما يتطلبه الصندوق النقد الدولي بعد توقعه كرد من هناك، بدلا من إنقاذ القطاع المصرفي من قبل دافعي الضرائب، يتعين إنقاذ القطاع المصرفي عن طريق ضمان أن يأخذ مساهمي البنوك وأكبر المودعين على عاتقهم خسارة القطاع المصرفي. وهذه الخطوة الأولى التي نحتاجها لكي يتم دعم البلد عن طريق حقن الأموال من قبل صندوق النقد الدولي، وهذه الخطوة الأولى نحو التعافي الاقتصادي في المستقبل القريب. لقد ذكرتم محادثات صندوق النقد الدولي، لكن ألا ينبغي أن ينفذ الشعب اللبناني خطة وطنية واضحة للتعافي والحماية الاجتماعية بأثر فوري؟ الوضع في لبنان رهيب حقا، والوضع أسوأ حتى بالنسبة لبعض المجموعات السكانية في لبنان، ولا سيما بالنسبة للاجئين. ولكن جميع السكان تأثروا في لبنان بالأزمة المالية والاقتصادية. إذن نعم، على المدى القصير نحتاج إلى دعم إنساني. ليس هناك أي خيار إلا بأن يقوم برنامج الغذاء العالمي والأونروا ومفوضية الأمم المتحدة واليونسيف وغيرها بالتدخل في البلاد من أجل دعم السكان. للأسف لا يزال هذا ضروريا في المستقبل القريب، ومع ذلك يجب أن يصير هذا الدعم جنبا إلى جنب مع الإصلاحات القوية التي تم تصميمها وتنفيذها من قبل حكومة رئيس الوزراء ميقاتي، لأن هذا الدعم من الجهات الإنسانية الفاعلة ليس مستداما على المدى الطويل. لا يمكننا أن نسمح لبنان بالاستمرار في العيش دون دعم العاملين في المجال الإنساني لشهور وسنوات. هذا سوف يؤدي إلى أضعاف قدرة الدولة، ويعني أن الخدمات العامة لن تكون قادرة على أن تمول وأن تقدم الخدمات للسكان، وهذا يعني أن إدارة الدولة ستصبح أكثر ضعفا نتيجة لهذين العاملين في المجال الإنساني. لذا فإن الإصلاحات عاجلة، ويجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإجابة الإنسانية أو الاستجابة الإنسانية قصيرة المدى التي يتم تقديمها حتى الآن. تتواصل المناقشات بينكم وبين حكومة لبنان، ويجب تقديم تقريركم النهائي في حزيران يونيو 2022. هل يستطيع الشعب اللبناني الانتظار لمدة 7 أشهر أخرى في الظروف المعيشية الحالية؟ يخشى الكثير من حدوث انفجار من نوع ما. هناك خطر حقيقي يتمثل في الأزمات الاقتصادية والمالية التي نشهدها، ومن حالة الفقر العامة، وهذا الأمر يجب لا يجب أن يسمح بحدوثه. ورسالتي واضحة للحكومة بأنه لابد أن لا ننتظر 7 أشهر إلى حين تقديم تقريري إلى مجلس حقوق الإنسان، وأنه يجب أن لا تنتظر إلى الانتخابات القادمة، بل لابد للحكومة أن تقوم بالتصرف وفقا للتوصيات التي تم تقديمها، وإلا فإن السكان سوف يفقدون صبرهم وسوف يفقدون الثقة في الحكومة. وهذه هي حقا الفرصة الأخيرة للحكومة لتفادي المزيد من الهبوط بشدة في هذه الأزمة. التدخل الأجنبي في لبنان يطالب العديد من اللبنانيين بوضع حد للتدخل الأجنبي السافر في شؤونهم، ويطالبون بضرورة حل مشاكلهم من قبل الشعب اللبناني بنفسه. ما رأيكم بهذا الأمر؟ أعتقد أنه من المهم حقا أن
أن يقرر اللبنانيون بأنفسهم ما يختارونه لأنفسهم كمستقبل. إنهم بحاجة إلى الخروج مع حكومتهم بخطة إصلاحات موثوقة، من شأن ذلك أن يضع لبنان على المسار الصحيح، وهذا ما قد يقنع المجتمع الدولي بتقديم مساعدة أكثر. حتى الآن لم يتم تنفيذ سوى غيض من فيض من الإصلاحات، وأن مجلس الوزراء في الحقيقة غير قادر على العمل بشكل فعال في ظل الأزمات السياسية المتعاقبة التي يمر بها. وعلى رئيس الوزراء ميقاتي أن يمارس سلطاته على الوزراء في الحكومة من أجل إحراز بعض التقدم. أعتقد أن الحلول يجب أن تأتي من اللبنانيين أنفسهم. البروفيسي أوليفيا دي سكوتا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المطلق وحقوق الإنسان، نشكرك على هذه المقابلة ونشكركم على أفكاركم ويا سيدي، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا. وهكذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية مسيرتنا في شارعنا. نشكر لكم كرم صحبتكم لنا. هذا طلال حاج وفريق البرنامج في نيويورك ودبي، نستودعكم، وحتى نلتقيكم ثانية نترككم في أمان الله.